ربما مش نقول الحاجة هذه أول مرة، أنه نحن على مستوى الصرامة، على مستوى هيبة الدولة في جميع الاتجاهات، كنا ندعو لتطهير حقيقي للإدارة، كنا ندعو لتطهير القضاء، مع أنكم تعرفوا أن المبادرة متاع الرباعي هذيك راهي ما تخبيش أنها منحازة بشكل أو بآخر. نحن كحزب مؤتمر كنا ندفع لإنجاح مبادرة الرباعية بكل جدية، ولا محالة تعبير الحمار الوطني حقوقه محفوظة لسي عبد الستار بن موسى، يعني لن نسلبه ذلك الحق. كانت فما شهوة للأنقلاب، بعضهم تشهى الأنقلاب، ما عادش عارفين شنو اللي ماشي يكون غدوة، قريب شي تفاو، قريب شي أهل السياسة يخرجونا من الوضع اللي عمال ما يدهور بينا. لازم نتفاهموا على الوضع من هنا للانتخابات، هذا ضروري، ونتفاهموا على أساس مش بعقلية قلب الطاولة على الآخرين، نتفاهموا على أساس أنه بالمصلحة العامة أنه نحدوا قواعد اللعبة من هنا للانتخابات. اللي زاد باش يعمل حوار ويوصل للنتائج متاع حوار مش باش يفعلها من غير مجلس تأسيسي، ينجم يبلها ويشرب ماء.